السلام عليكم محبين ديالنا والمشتركين ديال عقارات عقارات بلادي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اللي جبنا لكم اليوم. وحنا معاكم ديما فين ما يكون شي جديد، راه كنجيبوه كنصوروه لكم نرسلوه لكم باش تشوفوه. اللي عجبته شي حاجه راه يجي عندنا مرحبا بكم، تواصلوا معنا على الرقم اللي نخليه لكم وتجيو عند الوسيط العقاري ديالنا عقارات بلادي وتجيو تشوفوا هذا العقار وهذا الارض اللي باغي تباع. واللي عجباته راه مرحبا، مرحبا بكم والف مرحبا. واللي ما عجباتوش راه نشوفوا ليه محسن. اليوم في هذا الفيديو جبنا لكم هذه الارض فلاحيه اللي باغا تباع، والمساحه ديالها 2 هكتارات تبارك الله. كاينه بولاد سعيد اقليم سطات، وكاينه ما بين لاربعه ولاد سعيد وخميس كدانا. وهاد انتما كتشوفوا راه تبارك الله على الكودرون، جات فواحد الموقع زوين ومخير على الكودرون. الكودرون ها هو ديز قدامكم، هذا الكودرون هذا غادي لخميس كدانا، جاي من لاربعه ولاد سعيد. الطريق راه مخيره مليحه. هذه هي الارض، الوريقات ديالها ناضين تيتر فونسي، جوج القطارات تيتر فونسي. ها هي غادا طالعه من هنا وغادا 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 وطالعه. تبارك الله ارض مليحه، ارض زوينه معتبره مخيره. اللي بغى يدير فيها شي مشروع ولا شي حاجه مرحبا بكم، تواصلوا معنا. هاد الارض هادي اللي بغاها راه مولاها كيطلب فيها 24 مليون القطار، راه ثمن زوين ومخير ومناسب بالنسبه لان هاد المنطقه راه فيها الماء، على 15 متر تلقى الماء. الكودرون ها هو ديزق عليها على الارض هادي. ها الضو اللي بغى يدخل الضو، راه السيد مدخل الضو من تما، يرا تجيب من عنده ما بعيداش بزاف. مرحبا بكم كاملين، وشكرا لكم على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم اللي كتقدموا لينا. حنا ديما كنجيبوا لكم الجديد، وراه هو الجديد ديالنا. غير عيطوا لينا وتواصلوا معنا وجيو عندنا لولاد سعيد، تهلاو فيكم ويكون غير الخير ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، وشكرا للناس اللي كيشكرونا وكي في التعليقات ديالهم وكيدعمونا وكيزيدوا يشجعونا باش نقدموا لهم اكثر. شكرا لكم على الدعم ديالكم. اللي مازال ما اشتركش وهذا اول فيديو شافوا عندنا، اشتركوا معنا باش ديما نقدموا لكم الجديد في مجال البيع والشراء الاراضي والفيرمات. العقارات موجودين، الخير موجود، مرحبا بكم والسلام عليكم في عقار جديد وفي همزه جديده. السلام عليكم محبين ديالنا ومشتركين ديال قناه عقارات بلادي، مرحبا بكم. اليوم في هذا الجديد غنجيبوا لكم الارض فلاحيه اللي باغا تباع، وفيها 9 الخدامه صغار تبارك الله. راه هي اللي كتشوفوا فيها، راه جات فواحد الموقع زوين، موقع استراتيجي ناضي وغادي تعجبكم ان شاء الله. الا جيتوا عندنا وشفتوها راه غادي تعجبكم. 9 الخدامه صغار، المواصفات راه زوينين اللي فيهم. ها هو قدامنا الماء ديال لونيب اللي بغى يدخل الماء قريب. ها الكودرون اللي غادي لاربعة ولا تسعيد، ما بعيداش بزاف. ها الكودرون ديال تبارك الله مخير مليح، الماء ديال لونيب موجود متوفر هنايا. هذه هي الارض، الضو ها هو الدار اللي حدا الارض، ها هي مدخله الضو حتى لتما، يعني من تما غادي تاخذوا من عند الضو. هنا راه جي سكينه واعره مخيره مليحه تبارك الله، فيها 9 خدامه صغار وفيها ثمن زوين وثمن مناسب مناسب للجميع. كما كتشوفوا معنا هي هذه الارض هذه. الكودرون ها هو كتشوفوا فيه راه ديز عليه تبارك الله، وغادي هذا الكودرون هذا غادي الخميس كدانا، وديز من الجهه الاخرى ديز لاربعه ولا تسعيد. الفيلاج راه قريب، السطات حتى هي راه قريبه ما بعيداش بزاف، شي 24 كيلومتر تقريبا. راه هي هذه تيتر، الوريقات ديالها راه ناضين مزيانين مغيزه. الثمن ديالها 26 مليون، مولاها باغي فيها 26 مليون، وراجلت في موقع زوين غينا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه ديالكم، ومرحبا بكم معنا في قناه عقارات بلادي. تواصلوا مع الارقام اللي غنخليو لكم ويكون الخير ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.